السلام عليكم إخواني. الآن مع جهاز جديد هذه المرة، يعني لم يسبق أن وضعت هذا الجهاز في القناة. هو كنت صنعته سابقا ووضعته في المنتدى القديم، منتدى ديتكت. هذا الجهاز هو البيم 2. هناك عدة نسخ منه، هناك البيم 1 وهو ضعيف جدا، أما البيم فهو لقد لاقى استحسان كثير من جربوه. وهناك نسخة أخرى من البيم هي النسخة رقم 6، لكن هو النسخة الهيكس أو البرنامج الخاص بها المتحكم غير متوفر، لم تطرحه الشركة، لأن أغلب المتحكمات أو السوفتات التي قد طرحت الشركة من 1 إلى 5 تم تهكيرهم. وأما هذه النسخة فآخر إصدار لها هو النسخة 5 في الهيكس، وهو موقف العداد. هذه النسخة تعتمد على المتحكم الأتميجا 8 هو هذا، وتعتمد على مجموعة من المضخمات الثنائية مثل TL062، كذلك تعتمد على LF356 أو 357. هنا من المصدر وضعين LF356، يعني ده التردد 5 ميجاهرتز. كذلك تعتمد على الاي سي سي دي 4066، 2 منه و 4 من تي ال 0 تي ال 0 62، هو الافضل من بين الاشباه او الايكيفالون الخاص به. هاد تي ال 62 هو يعني الافضل من ناحيه الضجيج، ويعني له يعني يقوم بفلترة جيدة. كذلك يعتمد على هاد الاي سي، هو قليل شيئا ما، هو تي ال سي دي او ام سي 14 04 او 14504 أو سي دي 40 45 04، يعني ام سي، أو يعني لديه عدة إصدارات، حتى هو يعني مجموعة من الشركات لهذه الام سي يعني موتورولا. أما سي دي فهو متوفر بكثرة 45 04. ثم شاشة ال سي دي العادية 16:2، هذا هو اللوح البي اس بي الخاص به، وهنا مكان القطع. هناك من يفضلها على هذا الشكل يعني بالأرقام R55 R51، وهناك من يفضلها على هذا الشكل مكتوب القطع في كل في محلها، وأنا أفضل دائما هاد الطريقة هكذا. يعني هنا سأضع لكم هذا الملف، يعني في ملف الطباعة وملف القطع في صندوق الوصف. بعدها سنمر إلى مراحل تركيب القطع على اللوحة PCB. يعني وهنا بداية يعني الشكر لكل المتتبعين وكل من يدعمنا، وحتى الشكر لأصحاب الديزلايك، حتى هم ينفعوننا مرات، لأن نحتاج مرات إلى عدد من الديزلايك في القناة، هو ضروري يعني شيئا ما، لأن إن كان دائما القناة بها شيء إيجابي، دائما تعليقات إيجابية، يكون الأمر مريب شيئا ما. لكن اليوتيوب حتى هي تراقب الديزلايك، لهذا شكرا لأصحاب الديزلايك.
دائما شكرا لهم، يعني من يشاهدون من الوهلة الأولى ويخرجون حتى هم شكرا لهم، لأن نحن دائما نتابع جميع القنوات حتى وإن كان لنا خلاف مع أي أحد، فأنا أتابع جميع الفيديوهات الخاصة التي يطرحها أي من كان. يعني أنا أحب أن أتعلم وأرى أفكار الآخرين، لذا لا يهمني أي يعني محتوى أو كذا، ما دام في الإلكترونيك فأنا أتابع الجميع. المهم بعدها سنتابع مراحل هاد البيم، يعني مرحلة بمرحلة، يعني تركيب المقاومات، المكتفات، السطورات، وكذلك تركيب الإيسيات وقياس أماكن الفولتية. إذا نمر إلى مراحل التركيب. بعد أن طبعت اللوح بس بي هنا بالمادة الالترا فيولي، يعني أصعب شيء في البيم هو هذه المنطقة هنا كما تلاحظون، يعني تقارب بين المسارات، وهنا كذلك كما تلاحظون مسارات جيدة. هنا الآن ركبت المقاومات مع القناطر، يعني به مجموعة من القناطر، وركبت الديودات. بعدها سأمر إلى تركيب المكتفات، ثم سبورات الإيسيات. الآن انتهيت من تركيب السبورات الخاصة بالإيسيات والمتحكم، وكذلك المكتفات 100 نانو و15، ثم 47 بيكوفاراد. يعني بقي أن نركب المكتفات الكبيرة. الآن تم الانتهاء من تركيب المكتفات الكبيرة وعند المنظم 5 فولت وبعد السبورات. بقي الآن نركب مكان الشاشة والترانزستورات. الترانزستورات الموجودة هنا هي البي سي 556 و46. الآن أكمل تركيب الشاشة والأزرار، يعني لم يتبقى سوى تركيب الإيسيات وبرمجة الأتمدة. كما تلاحظون كل شيء اكتمل. سأمر إلى برمجة الأتمدة. لبرمجة الأتمدة نحتاج إلى المبرمجة التي اشتريتها مؤخرا وركبت لها السيبور. هنا إن أردت أن تتم العملية بسرعة تركب 16، يعني كريستالة 16 مع هاد الكونكتور، هي تتحكم في السرعة فقط. يعني العملية هكذا، هذه جيدة يعني في التعامل معها. نركبها مع الحاسوب. بعدها نقوم باختيار نوع المبرمجة وهي الفيشل، ها هي هنا بالأخير USB ASPI. نقوم باختيارها. بعدها هنا لابد من اختيار، لأن هذه المبرمجة تعمل بسرعة يعني أقل من هاد 357، يعني نختار هنا مثلا 93، ثم نقوم بعمل ديتكت. هنا تعرفت على
النوع الأتمغة هو 8 الذي نحتاجه للبيم 2. هنا كما تلاحظون أعطى اسم الأتمغة يعني المتحكمة. نتوجه إلى الفيوزات، نقوم بقراءتها. هذه هي الفيوزات يعني الأصلية للمصنع، نقوم بتغييرها على هذا الشكل، يعني اش فيوز هاي فيوز، نقوم بوضع هنا ونتركها 9 يعني دي 9، ونغير لو فيوز نجعلها 24، ثم نعلم هنا ونتوجه إلى هذه الخانة إيراز أند فلاش إبرام. هنا نأتي إلى أخذ السوفت أو الهيكس، نرى أنه يعني المكان موضوع به بين ها هو، يعني هناك نسخ عندي أنا هنا. النسخة هذه ليست 6 لكن هي 5، ولكن موقف فيها العداد. أما النسخة 6 فهي غير متوفرة وغير مطروحة، هي محتكرة من طرف الشركة، لأن كل السوفتات أو للإصدارات السابقة تم تهكيرها. بعدها نقوم بالضغط على بروجرام، تلاحظون العملية تتم بسرعة مع هذه المبرمجة. اكتملت هذه العملية لشحن المتحكمة، هي نفسها لمتحكمة الفيليزيو وجميع أنواع الأسميغا، يعني نفس الطريقة نقوم بها بهذا البرنامج الأبلتيتس. كل الإصدارات الخاصة به، يعني هذه هي الواجهات لهذا البرنامج، يعني تتم بنفس الطريقة. يعني ممكن أن تبرمج الأتمغة 228 أو 8 هنا بنفس الطريقة. يعني بقي الآن سنركبها على الباور لا ونجرب الجهاز. يعني بعد البرمجة الآن سنقوم بقياس الفولتيات كما هي العادة. دائما قبل تركيب الإسيات لابد من قياس الفولتيات. بالنسبة للبيم هو الشاشة تشتعل مباشرة بدون يعني بدون تركيب المتحكمة، لذا سنقوم بإزالة الشاشة حتى إن كانت فولتية عالية أو يعني هناك تماس أو شيء ما، لا نفقد الشاشة. إذا نركب الفولتية هنا، عشر فولت. نبدأ من المتحكم، نضع السالب دائما على السالب، نحسب 7 يعني 3 6 7، يجب أن نجد 5 فولت، هي واصلة هنا. بعدها نقيس الإسي LF 357 عند أدلج 7 12 فولت واصلة. هنا TL 62 الموجب يكون في أدلج 8
12 فولت، كذلك هذا تي ال 62 12 فولت، هذا سي دي 4504 الموجب في الهج الأربعة 16 12 واصلة، هذا سي دي 466 كذلك واصلة، هنا على الرجل دائما 14 هنا 14، هذا تي ال 62 12 وهنا 62 كذلك وصل 12، يعني هنا جميع الفولتيات وجدناها جيدة. هاد ما تبقى يعني كل قطع حتى تكون الفولتية عفوا حتى تكون الإيسيات فتشتغل. إذا نمر إلى تركيب الإيسيات. تم الآن تركيب جميع الإيسيات، يعني كل واحد في مكانه. الآن سنركب الكهرباء. هنا رفعت الكهرباء إلى 13، يعني ممكن يشتغل إلى حدود 14 لا مشكل، يعني سأعيد إلى 12. عند التشغيل تسمع هذا اللون التي سمعتها الآن. هذه هي الشاشة. القائمة يتم الضغط على زر القائمة هنا، موجود الباور الديلاي ثم الجراوند ثم تغيير اللغة. اللغة الموجودة هنا هي التركية والإنجليزية، يعني سنترك الإنجليزية. الديلاي وهنا ممكن تغيير عليه من 0 إلى 10. في الواحد هنا في على 0 سنجرب عليه هذا الرقم. هنا للخروج عند هناك مؤشرين، يعني السينيال A والسينيال 2، هنا يصعد المؤشر على حسب يعني المعدل. يعني سأمدد الآن هذا المفك. كما تلاحظون يعني الجهة السينيال الثاني هو الذي صعد يعني على الحديد. بالنسبة للنحاس صعد المؤشرين معا، يعني أجرب معدن آخر هذا الحديد. لاحظت أن فالتغيير على مستوى الديلاي يتم تغيير المؤشرين. سأضع الآن على 2، نلاحظ هذا الخاتم كذلك. الحديد، النحاس، لاحظتم الآن أن المؤشر فقط بالأسفل هو الذي يرتفع مع كل المعادن. يعني هناك طريقة ممكن أن تكون للعزل، يعني ما زلت لم أضبطه جيدا، سأغير بعض الإيسيات لأرى النتيجة.
الآن تجريب هذه الدائرة على بوبينة كبيرة، يعني القطع ديالها 50 سنتيم. الخاتم هذا خاتم من فضة، والشيء الجميل في هذا البيم هو أن مثلا هذا المفك يلتقطه بعد الضغط على الزيت، يعني ممكن أنه مثلا الآن يعني هذا قد عزله يعني بالمرة، الآن يعني هذا معزول. مارلد حديد نفسه، يعني هذا على شكل مثلا في التربة ممكن أن تزيل ذلك المجال أو إن كانت متمعدنة وتلتقط أي معدن بها. فكما لاحظتم من التجربة الأولى اشتغل الجهاز، يعني يكفي أن تركب القطع في محلها وقطع تكون يعني متأكد من عملها. لابد من دائما من قياس الترانزستورات حتى وإن كانت جديدة، وبعدها تجريب الإسيات تكون حتى هي تعمل، تلحيم جيد يكون الطباعة جيدة، فالجهاز سيعمل من الوهلة الأولى. بعدها يعني هنا طبعت هذه اشتريتها يعني مطبوعة من أحد الإخوة كما تلاحظون، مطبوعة في يعني من الشركة بالصين. بعدها سأركب على هذه الدائرة ثم أشارك معكم نتيجتها. يعني هنا 5 لوحات، سأركب واحدة وأشارك معكم النتيجة كما شاركتها معكم في هالطباعة التي طبعتها أنا يدويا. وفي الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو فلا تنسونا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة إن كان الأمر يستحق، وحتى إن لم يعجبك الفيديو فضع لنا تعليق وأبدي لنا رأيك، أو إن لم يعجبك ولا تريد أن تضع تعليق ضع ديزلايك حتى هي تنفع. لهذا السلام عليكم ورحمة الله، ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. جميع الاقتراحات نرحب بها، والسلام عليكم.